الله يهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم اليوم بعد يومين من القرار اللي أبهر العالم عندما سلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم لولي عهده الأمين قبل أن يبايع أهل قطر يومي الثلاثاء والأربعاء أميرا للبلاد. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كلمة للأمة، حدد فيها خريطة عمل المرحلة المقبلة استكمالا لمسيرة الأمير الوالد حفظه الله في النهوض الشامل بقطاعات الدولة كافة. أما أول قرار يصدر إثر تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد فكان تشكيل الحكومة، حيث شهدت هذه الحكومة استحداث خمس وزارات جديدة هي المواصلات والشباب والرياضة والاتصالات والتخطيط التنموي والتنمية الإدارية. بذلك أصبح عدد الوزارات 20 وزارة، يرأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى جانب تولي حقيبة وزارة الداخلية، كما ضم التشكيل 12 وزيرا جديدا. ونحن أكيد نهنئ الحكومة بثقة أمير البلاد المفدى فيها، فإننا نطلب من الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق والسداد إن شاء الله. كما نقول لسمو الأمير بأن شعبك الوفي الذي بايعك على الولاء والسمع والطاعة سيكون معك في مسيرة العهد الجديد بالعلم والعزم والعزيمة، ويدعو لك بالتوفيق في أمانة حملت أنت إياها. طبعا نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بالإعلان أو بإعلان المجلس الأعلى للتعليم نتائج اختبارات الشهادة الثانوية لعام 2013 بعد أن اعتمدها سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى أعلنت هيئة التقييم تفاصيل هذه النتائج التي أظهرت زيادة في مستويات النجاح مقارنة بالسنوات الماضية. في البداية طبعاً أهني أبنائي وبناتي الطلبة بالنجاح واتمنى لهم التوفيق في حياتهم التعليمية القادمة والمرحلة القادمة. طبعاً مؤشرات الشهادة الثانوية مؤشرات واقعية وتعكس لنا مستويات أداء طلبتنا في المدارس، إذ كانت نسبة النجاح 80% تقريباً، وهذا بالنسبة للشهادة الثانوية المستقلة، وكانت تتراوح بين 25 إلى تقريباً 70% بالنسبة للمنهاج الحكومي بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة، سواء كانت النهارية أو تعليم موازي، وأقصد بالتعليم الموازي المسائية والمنازل. طبعا هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخراجها من النتائج هذا العام، منها تقدم البنين على البنات في نسب النجاح، وأيضا تقدم الطلبة في بعض المواد العلمية مثل مادة الرياضيات ومادة الأحياء، ثبات نتائج الطلبة في بعض المواد كما في مادة اللغة العربية وتقاربها مع السنوات السابقة كما في مادة التربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية. أعتقد إن شاء الله نتائج مبشرة جدا، وخصوصا نسبة هذا العام فوق 8% يمكن لم تحدث في السنوات الأخيرة، وأعتقد هاي إن شاء الله طفرة لأبنائنا، نتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التفوق. أسعد صدورنا لهذا اليوم أيضا حصول طلبتنا في بعض المواد على نسب عالية ونسب درجات كاملة في إحنا كمدرسة أحمد بن حنبل في ثلاث مواد رئيسية، ولله الحمد أيضا المدرسة الأخرى أيضا النسب أيضا متفاوتة، يمكن لا تخلى أي مدرسة من الطلبة الأوائل، وهذه نسبة جدا جيدة وإيجابية إن شاء الله تعالى لهذا العام. والله النتائج تعتبر نتائج ممتازة، نسب النجاح كانت عالية جيدة بالنسبة لمستوى المدارس. بالنسبة لنا مدرسة أحمد بن محمد نتائجنا ولله الحمد مشرفة. طبعا احنا بعد تحليل لدرجات الطلاب نتوقع ان شاء الله في الاعوام القادمه ان احنا نستخدم هذا التحليل في تطوير اداء طلابنا للافضل ان شاء الله. ولتقييم نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة معنا في ترحيب
السيد فهد علي النعمة مدير وحدة تقييم الطلبة بهيئة التقييم في المجلس الأعلى للتعليم. مرحبا وسلامك معنا في تراحيب. يا هلا مرحبا. مرحبا بداية أستاذ فهد، ودنا نعرف يعني رأيك في أو تقييمك لنسبة النجاح في هذا العام. طبعا بداية أنا أشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج، وأحب من خلال البرنامج طبعا أنقل تبارك وتهاني من تهاني يعني شخصيا والموظفين القائمين على وحدة تقييم الطلبة اللي هي مكتب تقييم الطلبة لسمو الأمير الشيخ تميم بن محمد آل ثاني على تولي مقاليد الحكم، لسمو الأمير الوالد على البادرة الطيبة اللي قام فيها كبادرة ديمقراطية ما شفنا مثلها في العالم العربي أجمع. بدو وخلال تبارك طبعا أهني الأخوان وأبناء الطلبة على النجاح اللي تم اللي حالفهم النجاح والنسب العالية اللي جابوها أبناء الطلاب، وأيضا أهني طبعا أقول حظ أوفر للطلبة اللي ما حالفهم الحظ وإن شاء الله راح يكون لهم دور ثاني. طبعا النسبة اللي جبناها إحنا يمكن ما كنا تفضل في التقرير اللي كان موجود عندنا الفاضلة دكتورة حمد مديرة هيئة التقييم حددت النسبة أو أعلنت في المؤتمر الصحفي النسبة 80% 80 و55% من نسبة الطلبة الناجحين، وهاي النسبة طبعا مقاربة يمكن هي السنة مقاربة للسنوات السابقة، يعني في علو في نسبة النجاح. طبعا نعم. هذه يبين لنا أمور كثيرة، العام يمكن كانت أدنى شوي لكن السنة ولله الحمد استرت طبعا من خلال اللي احنا نقول عنها الآليات والإجراءات اللي تمت خلال تقييم السنة. نعم كذلك نسبة النجاح في المنهاج الحكومي كانت ضعيفة بالنسبة لو قارناها مع المدارس المستقلة، إذا ممكن تعلق لنا على هذه يعني عشان نكون واضحين دائما النسبة في المدارس الحكومية، المدارس الحكومية أو المنهاج الحكومي غالبيته يعكس طلبة المنازل والليل اللي هو تعليم الكبار، دائما نسبة مثل ما نقول إحنا متعارف عليه عالميا أن طلبة المنازل أو تعليم الموازي إحنا نسميه طلبة المنازل والليلي طلبة يعني فاتهم قطار التعليم من فترة زمنية أو لا يمكن الحاقهم بالتعليم الصباحي، فما له فرصة حضور الحصص الدراسية هذه الاستفادة من خلال بالإضافة إلى انشغالاتهم الكثيرة طبعا، فبالتالي هاي يؤثر على حصيلته الدراسية وناتج جهده الشخصي داخل المنزل تجي عنده عمله فساعات الدراسة يمكن تكون لز قليل، فبالتالي محصلاته تكون أقل من الطالب الصباحي والطالب النهاري يعني. طيب يعني من بين الأمثلة اللي عندنا طبعا 25% هي نسبة النجاح بين طلاب التجارة الثانوية، 25% فقط من يعني 25% هاي مرضية النتيجة بالنسبة لكم؟ هاي بالنسبة لطلبة المنازل تعتبر نتيجة مرضية أسوة، إحنا يعني لو نقارنها بكل دولنا الدول المحيطة بدول الخليج المحيطة لنا النسب متقاربة بالنسبة لطلبة المنازل والليلة. هاي اللي أنا أقوله أنتوا يمكن قراءتكم لنا 25% في التجارة، هاي 25% دي طلبة منازل في التجارة، فبالتالي نسبتهم متقاربة من نسبة طلبة المنازل والليلة والمسائي. نعم هاي منهاج حكومي قديم. نعم بس هل هي النتيجة مرضية بالنسبة لكم؟ إذا إحنا النتيجة مرضية بالنسبة لنا إذا كان الآلية والتقييم آلية صحيحة، مثل ما قلت لك أنا طالب المنازل طالب المنازل اعتماد الشخصي على نفسه، والتجارة تجارة منهج يحتاج تخصص يعني خاصة بالطالب اللي داش تجارة لازم يكون عنده المنهجية والآلية وحب للمادة نفسها، مواد التجارة مواد مختلفة يعني صرافة وإلى أمور مالية وغيرها من المواد هذه، فبالتالي الطالب ممكن شوي تكون صعب عليه إذا ما كان منتظم في النهار يعني. نعم إذا ودنا نتكلم عن المواد اللي اشتكى منها أكثر الطلاب وإيش السبب اللي خلاهم يشتكون منها؟ هني المشكلة يعني الوسائل الإعلامية عندنا أنا ما أعرف يعني السابق الصحفي للصحفي، إحنا طبعاً أيام الاختبارات أيام عندنا نعتبرها أيام مثل ما تقول طوارئ. نعم. فاحنا عندنا خطوط ساخنه للطلبه، خطوط ساخنه لاولياء الامور، للمدارس نفسها اذا كانت في اشكاليات في المدارس. المواد اللي اشتكوا منها الطلبه اكثر المواد اللي اشتكوا منها الطلبه اللي هو اليوم الرياضيات، وايضا اشتكوا من ماده الفيزياء، معنى نسبه النجاح عندنا لو قارناها النسب العاليه في المواد هذه، فاذا من وين جات الشكوى هذه؟ هل بس لان اول يوم يمكن او الطالب اللي طلع طالب او طالبين او ثلاثه، يعني لو تقرا مثلا الصحيفه البنط العريض لها انه والله شكوى من الرياضيات، لكن لو تحفظ
طيب. تقرا يعني محتوى تقرير داخل تلقي انه والله في طلبه كثير شكروا على الماده نفسها. طيب. هذا راي الاعلام، اما بالنسبه لكم انتم الخط الساخن، هل تلقى الكثير من المكالمات لشكوى مثلا في ماده معينه، خروجها عن منهج، صعوبه مبالغ فيها مثلا، الخط الساخن في المجلس الاعلى للتعليم؟ لا، ال- 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 اللي جاتنا يعني الفيدباك اللي جانا من المدارس كلها غالبيه ان بعض الاسئله مش مفهومه بالنسبه للطالب كسياقه، لكن انها خارج من المنهج. لا، لان المعدين الناس اللي عدوها ناس من هيئه التعليم وهيئه التقييم وناس اشرفوا عليها مختصين في المعايير والمناهج نفسها يعني. والسنه طبعا يمكن السنه الوحيده اللي طبقناها ان الاسئله موافقه للمصادر اللي الطالب ماخذها، يمكن سنوات سابقه كان على حسب المعيار، انما السنه هذه كان على حسب المصادر. المصدر. نعم. طيب، بما ان احنا تكلمنا يمكن عن ماده الرياضيات اللي يمكن اكثر الطلاب اشتكى منها، وذكرت انت بان هذا كان يعني تضخيم من بعض الصحف، ولكن انا ودي نعرف ايش المواد اللي شكلت اعلى نسبه نجاح، وايش المواد او الماده اللي شكلت اعلى نسبه رسوب. احنا اللي الماده اللي شكلت عندنا اعلى نسبه نجاح اللي هي ماده اللغه العربيه مستوى التاسيس، اللي هو التاسيس يعني التاسيس. نعم. تقريبا نسبه النجاح فيه 100% مقارنه طبعا بالسنوات السابقه، واقل نسبه اللي هي نسبه 88% عندنا في اللغه الانجليزيه. انجليزيه هذه اقل نسبه نجاح، نسبه 88%. يعني حلو. انا بس كان عندي تعليق بسيط على العربي، يعني اذا تخيل الواحد يرسب بالعربي يعني لا ممكن في ترى يعني لا نتخيل ان كل الطلبه اللي موجودين عندنا صحيح. بس من باب هي تعتمد يعني على الحفظ من باب احيانا من باب الدعابه صحيح. احنا نعرف ان هناك فيها كثير من الحفظ القواعد والى اخره، يعني المواد اللي تساعدهم تعرف الانشاء والتعبير. ما شاء الله شبابنا يعني الحين في الجيل الجديد ما شاء الله عندهم معبر بشكل جيد. طيب، هل تاخذون يعني نتائج مثلا يتحدث عنها نسبه اللغه العربيه مثلا 100% ما شاء الله، 88% بالنسبه للغه الانجليزيه وغيرها من المواد باحصائيات نسب النجاح فيها، هل تاخذونها بعين الاعتبار في تقييمكم وفي عملكم للسنوات القادمه؟ طبعا خلينا نكون واقعيين، حتى نسبه 100% ما يكون شيء مرضي، لان نسبه 100% معناته انه في شيء ممكن يكون يعني نسبه النجاح. طبعا احنا نتكلم عن ان الطالب اللي عدى 50%، طبعا ما تكون 100% كل الطلبه جايبين 100%، انما الطالب عدى 50% عن نسبه النجاح، نسبه الحد الادنى للنجاح، فمختلف مستويات الطلبه. هني نبتدي نقارن مثلا هالاسئله، هل في مستوى بسيط ولا لا من خلال التحاليل اللي جينا ونتائج اللي جينا والاليات اللي جينا. احنا عندنا تحاليل كبيره جدا يعني وعظيمه جدا في الهيئه لكل سؤال، طبعا الاسئله داخله في السيستم عندنا عشان تحليل كل سؤال، مدى اجابه الطلبه عليها، مدى القاء الطلبه الاجابه صحيحه ولا خاطئه. كيف كانت نسبتهم في ماده الرياضيات؟ الرياضيات النسبه كانت والله ما تحضرني الحين، بس نسبه الرياضيات كم كانت نسبه النجاح تقريبا؟ انا ما كانت اعلى من الانجليزي، اعلى من الانجليزي، نسبه النجاح في الرياضيات اعلى من الانجليزي بحدود نسب النجاح يعني في المواد كلها تقريبا في 95% اقول لك اغلى نسبه. اعلى نسبه. نعم. اقل نسبه عندنا وهي نسبه نجاح. ناكد بس على مساله انها نسبه نجاح، لا وليست نسبه تفوق، نسبه تفوق لا. لا احنا نتكلم عن نجاح اللي الطالب جاب مجموع ما يسوى يعني 50% من الدرجه النهائيه. من باب طرح المثال انه ممكن مثلا يكونون كل الطلاب مثلا جابوا 50% فهم ناجحين، فتعتبر النسبه 100% مش معيار تفوق الطلاب. نعم يمكن. بس في عندنا يمكن مقطع كلامك الاخير، يمكن في البرزنتيشن اللي كان موجود عند يمكن في اللي عملته الدكتوره حامد مديره الهيئه، موجود نسب النجاح لكل ماده لكل اسامي الطلبه الاوائل وخلافه، هاي فكان يعني واضح وجلي. يمكن راح نتشرف اليوم بحضور الطلاب المتفوقين والاوائل ان شاء الله في هذه الحلقه، نحن طبعا ان يكونون ايضا معنا في قناه الريان. لكل مجتهد نصيب، واللي اجتهد من واجبنا احنا اكيد ان احنا نعزز عليهم وندعمهم اكثر، ونتمنى التوفيق للطلبه الباقيين يعني ان شاء الله في الريتيك اللي هو الدور الثاني، واللي ما حالف الحظ طبعا. نعم. ما يعتبر نادي اخر. متى بيكون الدور؟ نهايه العالم طبعا، لكن يقدر يشد نفسه. نتمنى ان شاء الله انهم يعني يجتهدون ان شاء الله ويبتدون الدراسه من الان، يمكن وقت الدور الثاني قريب جدا لا ووقته يعني يمكن بدايه، بس تعطينا التاريخ حتى المشاهدين يعرفون متى تاريخه. التاريخ محدد اصلا من بدايه السنه اللي هو تاريخ 9/7 اختبارات الدور الثاني، يمكن يصادف اول يوم في رمضان تقريبا، وممكن يصادف اول يوم رمضان. الله يعين، يكون الاختبار لجميع المراحل بنفس اليوم ان شاء الله. الله يعين ان شاء الله. اذا ودي اسالك بالنسبه لكم كالمجلس الاعلى، بالنسبه للطلبه اللي نجحوا ونقول لهم الف مبروك، واللي ما نجحوا نقول لهم ان شاء الله انكم تنجحون ان شاء الله من خلال الدور الثاني،
هل المجلس الأعلى يتابع يعني هذول الطلبة بعد النجاح يعني ويقدم أو هل هناك دعم يقدمه لهم المجلس الأعلى بعد النجاح؟ احنا أنا بصداق لكلامك يمكن أنت اليوم لو فتحت الجريدة لقيت أن المجلس الأعلى هيئة التعليم العالي عاملة يوم لقاء للطلبة الناجحين للإرشاد للجهات اللي بروحها للتخصص اللي يحتاجه. رح نأتي على هذا الخبر إن شاء الله من خلال حلقتنا اليوم. فبالتالي هذه إحنا بس إحنا طبعاً إحنا مكملين عندنا الهيئات مكملة لبعض في هيئة التعليم. طبعاً القائمة على أمور التعليم بالكامل في هيئة تقييم لمخرجات التعليم في هيئة التعليم العالي اللي هي ناتج المخرجات هذه وتتابعها من خلال الإخراج جيل من الشباب يعني واعي لقيادة المسيرة النهضة اللي بقيادة سمو الشيخ تبيب إن شاء الله على نهجها إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب أما بالنسبة للطلاب اللي راح يخوضون إن شاء الله يعني اختبارات الدور الثاني في تاريخ 9/7 بإذن الله. هل تقومون بمتابعتهم كما تتابعون الطلاب الناجحين؟ هل هناك دعم معين يقدم لهم للنجاح؟ هذه المدارس كلها طبعا هاي دور المدرسة حين المدارس تعمل على طبعا جاتها نسب النجاح وجاتها كشوف الطلبة الدور الثاني الموجود عندها فبالتالي تعمل لهم دروس التقوية والإرشادات خلال الأسبوع اللي موجود فيه. احنا في هيئة التقييم مكتب تقييم الطلبة عندنا في وحدة الشهادة الثانوية موجود عندنا خط ساخن اللي يعني من الطلبة يحب يستفسر. كم الخط رقم الخط الساخن حتى عندنا على 4404 نعم 440 450 549 إذا احنا نوجه هذا رقم هاي الخط الساخن هذا رقم خط الساخن الأعلى للي حاب يستفسر من الطلبة أيضا الدور الثاني اللي هو 440 450 59 وأيضا قسم الاتصال والإعلام بالمجلس موجود لأي استفسار من الطلبة وهم يحولونهم على طول عندنا ويعطونهم تليفوناتنا إحنا. نعم صراحة أنا أشكركم صراحة تواصلكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يمكن بالأخص تويتر صراحة وتجاوبكم مع يعني المتسائلين في أي سؤال يعني من خلال تويتر يعني للأمانة يقوم المجلس الأعلى بالرد على أي استفسار وتوجيهه للمكان أو للجهة. من باب التذكير بس ماذا يقدم الخط الساخن؟ يقدم اللي هو دعم مثلا استفساراتك انت الخط الساخن اذا الطالب يقدر يتواصل مع الجهه يعطونه تليفون الجهه عشان يتواصل معها ويوجهون الطالب لاي جهه او المتصل نفسه ولي امر او غيره عنده تظلم عنده كذا عنده كذا فيوجهونه للجهه المانيه ما يقدر هاي السؤال او التطرح يحول على الجهه المسؤوله ونرد على الاتصال ويتم الرد على الشخص المسؤول نفسه. نعم سيد فهد النعمه مدير وحده التقييم الطلاب بهيئه التقييم في المجلس الأعلى للتعليم قبل ما نختم معك ودنا أيضا توجه كلمة للطلاب أولا الناجحين طلابك اللي الآن توجهوا أو خلنا نقول راحوا لمرحلة أخرى من التعليم وأيضا كلمة أخرى للطلاب اللي لم يحالفهم الحظ اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحالفهم الحظ. والله طبعا احنا يعني في ختام اللقاء أنا طبعا الطلاب الناجحين أتمنى لهم التوفيق والسداد وهم راح يتحملون المسؤولية الجاية فبالتالي لازم يكون طالب قد المسؤولية قد الثقة اللي انعطت له واللي هو راح يتبعها ويتممها إن شاء الله على خير. أما الطالب اللي ما له حالف الحظ إن شاء الله أتمنى أنه يحالف الحظ وما يعتبر أنه هذه مثل ما قلنا نهاية المطاف الدنيا اعتبرها كبوت حصان حصان ومثل ما تقول دنيا تجارب يعني واحد يمكن يتعلم من تجربته بإذن الله إن شاء الله. نعم أتمنى له إن شاء الله كل التوفيق السيد فهد النعمة مدير وحدة تقييم الطلبة بهيئة التقييم في المجلس الأعلى للتعليم. فيصل شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في استديو برنامج تراحي. شكرا لكم الصداقة. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نستضيف كوكبة من الطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في ترحيب وما زلنا متواصلين معكم ومثل ما عودناكم في كل عام كان هناك عدد من المتفوقين في نتائج الثانوية العامة ومن هؤلاء معنا في ترحيب الطالب عبد الرحمن حمد مسعود أحد المتفوقين في قسم العمليات الصناعية من مدرسة أو من ثانوية قطر التقنية ومعنا أيضا
أيضا معنا مشاهدينا الكرام الطالب خالد عبد الجبار من مدرسة طارق بن زياد الأول على الفرع العلمي. طبعا في البداية نقول لكم ألف ألف مبروك ويا مرحبا ومسلامكم في ترحيب. مرحبا بكم. ممكن قبل ما نبدأ معكم بدي أتوجه للمشاهدين الكرام بأنهم يذكرون الله ويقولون ما شاء الله على طلابنا اللي نسأل الله سبحانه لهم التوفيق ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. ممكن نبدأ معك خالد، بداية تبارك لك النجاح وودنا نسألك عن مشاعرك بهذا النجاح اللي والله أول شيء أحب أشكركم على استضافتي على البرنامج، وثاني شيء يعني شعور يعني ما أقدر أوصفه الأول على قطر في المسار العلمي، يعني شعور ما ينوصف. تستاهل. نذكر بنسبتك لحظة، بس قبل لا أتذكر قولوا لا إله إلا الله يا جماعة. اذكروا والله في ناس عادهم أذكروا الله، اذكروا الله يا جماعة. كم نسبتك؟ 96.4. تبارك الرحمن. إن شاء الله منها وفي الجامعة بإذن الله تكون 4.4 إن شاء الله في الجامعة. عبد الرحمن أبو حمد نقول لك مبروك. الله يبارك على النتيجة اللي أحرزتها، و يعني أعتقد أن بالنسبة لك يعني المشاعر الأيام هذه أو الحساسة الأيام هذه شوي تكون مختلفة بالنسبة لك. فيها فرحة طبعًا. كبيرة. مختلفة كذا طبعًا، لأن خلاص خلصنا من الفترة الدراسية ورايحين الفترة فيها شغل أو جامعة ونفكر في المستقبل أكثر وأكثر. فمع النسبة أو مع تدني نسبة أو علوها يختلف الشعور أكثر وتضمن فرصك أكثر. نسبتك؟ 92.7. تبارك الرحمن. بإذن الله أتمنى لكم التوفيق. أنا ودي خالد أسألك بالنسبة لاختيارك القسم العلمي، هل هو كان رغبة منك أنت خالد بأنك توجه للقسم العلمي ولا كان رغبة الأهل؟ والله من الاثنين، لأني أنا الحمد لله في بيت كله مهندسين ما شاء الله، وأنا من صغير أسمعهم يتكلمون عن الهندسة ومكانهم والأشغال، انعجبت في الموضوع وحبيت أكون معاهم نفس المكان. ما شاء الله. وش ناوي إن شاء الله؟ إن شاء الله ناوي أتخصص هندسة بتروليوم نفس الوالد. بإذن الله إن شاء الله. الله يوفقك. بالنسبة لك عبد الرحمن، مثل ما تشوف حاليا الدولة منشآتها وبناياتها قائمة على البترول، وأن رؤية الأمير الله يطول بعمره أن رؤية 2030 أن البترول أنه بيكون هو المصدر الأول في قطر. فأنا تخصصت في التخصص أنا فيه اللي خلصته لأنه أكثر المصانع ما عندهم كوادر كافية وأنه محتاجين ناس قطريين، فحبيت أتخصص فيه وأكمل عليه في الجامعة وإن شاء الله نشوف مش يطلع منهم. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. عبد الرحمن ودي اسمع هذه أسألك، من اللي خلينا نقول وقف وراء هذا الإنجاز اللي وصلت له بهذه النسبة؟ أول الفضل لله سبحانه، ثم الفضل الوالدي والمدرسة أنهم قاعد يمشون ورانا، والدي أنهم هي أولي الجو وأنهم مركضوا وراي طول الوقت، أنهم ما يخلوني إني أسعى أو أعبث في دراستي، وأنهم طول الوقت شادين همتهم وقتهم علي حتى أكون مثل ما أكون الحين. يبغونك مثل اليوم. صحيح. الله يوفقك. وهنا أيضا نوجه لهم تحية، ونوجه تحية لكل ولي أمر أو أم صراحة يقف وراء شباب قطر اللي صراحة نتمنى لهم التوفيق، اللي خلنا نقول عليهم آمال كبيرة، نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق. خالد السمي قل لي، ها من اللي كان يدعمك وقت من بداية السنة إلى اليوم اللي وصلك على إلى ما وصلت إليه اليوم؟ والله اللي كانوا يدعموني ناس كثر يعني، بس اللي مؤثر أكثر شيء عليه أكيد الوالدين، وبعدين المدرسين، بعدين الأهل. والمدرسين كانوا أكثر شيء يفيدوننا في الدراسة. نعم. وش دور وش يعني خلينا نقول المدرسة بعد يمكن كان لها دور خالد في أنك دائما يعني يمكن من البداية، أنا متوقع ما وصلت لهذه النسبة إلا أنك يمكن المدرسة أسستك أساس صحيح بحيث أنك تقدر تحافظ على هذا المستوى. فكلمنا عن دور المدرسة كيف؟ طبعا المدرسة لها دور كبير 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 وايد، فالمدرسة هي اللي تعطينا المعلومات، بدون المدرسة أصلا ما بنقدر نمتحن ولا شيء. والمدرسة هي اللي يعني كان هناك دعم من المدرسينك، من دعم كبير، بس ما وقفوا عند الثانوية بس. نعم. وساعدوني على دخول الجامعة ومتطلبات الجامعة وكل شيء، يعني ما وقفوا عند الثانوية بس. نعم. احنا صراحة ايضا نوجه تحية لكل معلم ومعلمة، لكل يعني الكادر التعليمي اللي صراحة يقف على مثل هذا الطلاب اللي يحتذى بهم صراحة الموجودين معنا في الاستديو، وكل الشكر
لكل الكادر التعليمي في قطر اللي صراحة أنتم من يخرج هذه الأجيال وأجيال المستقبل. شكرا جزيلا لكم. عبد الرحمن، بالنسبة لك أنت لو نتكلم عن دور المدرسة، أعتقد دور كبير مثل ما ذكر أخوك خالد، ودنا نتكلم شوي عن الأساتذة. هل هناك من ذكريات معينة، مواقف معينة لبعض الأساتذة اللي كانت لهم وقفات لربما تكون أبوية شديدة معك في سبيل حصولك على النسبة اللي حصلت عليها اليوم؟ صحيح، إيه أكثر من أستاذ صراحة. أول شيء أحب أشكر أستاذ محمد الأنصاري وأستاذ عبد الله شمس، لأنهم صدق مشوا ورانا وخلونا أن نصير سيدة وما نمزح في الدراسة كلش، يعني لازم نشد حيلنا. وأحب أشكر أستاذ عطاء. أستاذ عطاء صراحة أستاذ ما أقدر أوصف بأي كلمة، اللي ما يفهم يفهم عليه لازم. وأحب أشكر أستاذ فيصل العزاوي، هذا اللي صدق كان يمشي مع صفنا كأنه واحد من أبانا، ولا كأنه أستاذ، كان يمشي معنا ويشد حيلنا، وأي شيء نعتازه نروح له سيد، هو كان ما يقصر معنا. بيض الله وجهه. تذكر مواقف شوي كانوا فيها أشداء عليكم؟ أذكر أستاذ عطاء. ولا أنت كنت سيدة أوردي من أنا كنت سيدة بس الفصل يعني. دائما كلنا لما نكون في مدرسة يقولون الشر يعم والخير يخص، فانت ما تكون مسوي شيء، لكن العقاب يشملك ما في منه ما فرق. يعني يمكن خالد بعد، يمكن لابد ان هناك شخص اثر في حياتك ويعني كان سبب في نجاحك ايضا. والله هو اخوي، بس مو هو اللي اثر فيني، انا تاثرت فيه. يعني هو اقرب اخو لي، انا عندي 3 اخوان اكبر مني، الله يخليهم، هو اللي بعدي على طول. يعني هو كان اقرب واحد لي واكثر واحد في تداخل بيني وبينه، وكان هو يعني ما شاء الله عليه قبل 3 سنين من الأوائل، كان الأول بعد على المسار العلمي، يعني كان حافز لك أيضا. حافزي. كم كانت نسبته أخوك؟ والله كان على ما توقع. لا عش دعوة ما تدري، يعني أكيد في تحدي بينك وبينه. 96.5 96.5 بس تفوق عليك لأن أنت 96.4. صحيح، لازم تشد حيلك في الجامعة. بعد خول كبير بعد تبغي بعد ما فيها شيء يا أخي، بالعكس يمكن كان يقدر، لكن حاول إنه يكون في نسبة بسيطة. لا لا ما أظن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه ما فيها بعد. طيب تكلمنا طبعا عن أدوار ناس كثر يعني ساهموا في مسألة نجاحكم وتفوقكم، لكن شنو الرسالة اللي توجهونها أيضا ل أقرانكم من الشباب اللي معاكم أيضا، اللي اليوم مثلا في أصغر منكم سنة والسنة الجاية راح يكونون على نفس المحك اللي أنتم فيه اليوم؟ نبدأ معك عبد الرحمن. الله، أنا أحب أوجههم أنهم ما يأخذون الموضوع أنه لعب وأنه خلاص، يعني أنا بسوي أي شيء، لو طلعت وش نسبتي بدخل عسكرية. فكر أنه يفكر في مستقبله أول شيء، ويعرف وش يطمح له، وش الوظيفة اللي بتناسبه، ويفكر في تخصصه. عادة توه صغير يعني ما خلص الثانوية، يفكر وش يقدر ينتمي له أو موهبته وين فيروح لها. نعم. يعني أنا تخصصت في الهندسة، لأن أكثر من شخص كلمني عن الهندسة وسمعت الهندسة وكذا، ودخلت العمليات الصناعية وشفت كيف التخصص وانعجبت فيه ورغبت فيه، فأنا بكمل عليه. وفي نفس الوقت انتبهت أنه ما في كادر كافي في قطر. صحيح. نعم عبد الرحمن، أنا ودي أيضا أن أعلق على كلامك يمكن قلته في البداية بأنك شفت توجه الدولة وإيش اللي تحتاجه الدولة، يعني يمكن حتى أنك اخترت خلنا نقول العمليات الصناعية. فيعني جميل جدا إحنا نشوف يعني شاب في سنك ينظر إلى الرؤية ويشوف قطر إيش اللي محتاجته. فيعني إحنا أيضا نتوجه لكل الشباب اللي إن شاء الله راح يقبلون أيضا على هذه المرحلة الثانوية، بأنهم أيضا يشوفون توجه الدولة إيش اللي تحتاجه من كوادر، إيش اللي تحتاجه من قطاعات معينة، ويبتدون يتخصصونها. والأهم من ذلك إن هذا القطاع يكون محبب لك وداخله باقتناع. أيضا هذا الكلام موجه أيضا لأولياء الأمور، بأنهم أيضا يشوفون إيش اللي تحتاجه الدولة، وما يكون الطالب فقط مجرد والله أنه يخلص ومجرد أنه يعمل في وظيفة ويجلس يأخذ راتب. لا بالعكس، إحنا محتاجين أكثر أكثر وأكثر وأكثر من شبابنا. خالد أيضا كلمة توجهها أيضا للشباب. والله كلمتي نفس عبد الرحمن بالضبط، بس حبيت أزيد في موضوع يعني وايد قاعد أشوفه في مدارسنا. أكثر الطلاب يبون مدرسين خصوصيين البيت وما ينتبهون حق الأساتذة. هاي غلط، هاي شيء غلط كبير. يعني أنت حين عندك مصدرين تتعلم منهم، تشيل المصدر الأهم وتتعلم من المصدر الثانوي، هاي غلط كبير. هاي اللي حبيت أزيده بس. يعني الأفضل أنهم يأخذون المصدرين من المدرسة. لا ضير أن واحد يكون عنده مدرس خصوصي، ولا فيها مشكلة، بالعكس هذا من باب الحرص والاجتهاد. لكن مثل ما قال خالد، يجب يعني أن الواحد يستفيد بشكل كبير وتام من المدرس في الحصص،
لأن فعلا سبحان الله في بعض المسائل أو بعض المواضيع ناصر اللي أنا بصراحة فترة من فترات ما كنت أركز فيها في المدرسة، مع أن أنا نسبتي وايد أقل منكم، جبت يعني نسبة طلعت مرتبة جيدة في قطر، لكن بعد في بعض الحصص ما كنت أنتبه. فإلى اليوم إلى اليوم في بعض المسائل خاصة في الرياضيات مثلا أتحسف أن في اليوم الفلاني كنت أسولف، اليوم الفلاني كنت أسولف وما كنت منتبه. ففعلا أكد على هالنقطة هذه، حتى في العمر اللي نوصل له إحنا كبار وموظفين ونشتغل، في بعض الأوقات يحتاج الواحد فعلا أن يكون مركز على كل صغيرة وكبيرة يتكلم عنها المدرس، لأنها نعم. مش بس راح تستفيد منها في الامتحان، وإنما طول حياتك ومسيرتك. حتى لا تقول رياضيات أنا بشتغل في مجال ثاني فما راح تفيدني، لا، حتى رياضيات بفيدك في يوم من الأيام، بتجي بتحسب راتبك بتقول أخ والله ليتني متذكر شلون يقسمون كذا على كذا. لا لا تخاف، الراتب على مسؤوليتي والله ما يختلف حسبته. طيب احنا صراحة نتمنى لكم التوفيق. الطالب خالد عبد الجبار من مدرسة طارق بن زياد الأول على الفرع العلمي، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. كذلك الطالب عبد الرحمن حمد مسعود أحد المتفوقين في قسم العمليات الصناعية في من ثانوية قطر التقنية، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وألف ألف مبروك وإلى الأمام إن شاء الله. لكم إن شاء الله التوفيق، شكرا لكم على حضوركم. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع تقرير عن نتائج الامتحانات بالأرقام ونعود بعده لنستقبل طالبين مميزين جديدين. صدرت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2013 والتي شارك فيها من الطلبة 8642 من 56 مدرسة، 30 للبنين و26 للبنات، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البنات 76% في حين قاربت نسبة الإعادة في الدور الثاني من الامتحانات 16%، أما الرسوب فبلغت نسبته 6.8. وفي مدارس البنين بلغت نسبة النجاح 84.7% في حين بلغت نسبة الإعادة 9.7% والرسوب 5.7%. وبشكل عام نجح 6776 طالباً وطالبة، أي بمعدل عام للنجاح في مدارس البنين والبنات فاق 80%. وبلغ عدد الذين سيمتحنون في الدور الثاني من الامتحانات من الإناث والذكور 1322، أي ما نسبته 13.45، فيما بلغ عدد الراسبين والراسبات 544، أي بنسبة 6%. وتراوحت نسبة النجاح في مواد اختبارات الدور الأول للشهادة الثانوية المستقلة بين 88% و100%. وعلى صعيد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمنهاج الحكومي، فتقدم 345 طالباً وطالبة في القسم العلمي، نجح 30.77% في حين تقدم 3247 من الطلبة والطالبات، نجح منهم 67.77%. وفي القسم الأدبي الفرنسي تقدم 122 ممتحن، نجح منهم 70%. إذن مسيرة نجاح أبنائنا وأخواننا الطلاب تستحق أن نقف معها، فهي دروس وقصص لنجاحات نتمنى أن تتواصل في المستقبل لرفعة هذا الوطن الغالي. مشاهدينا الكرام، أحمد سلطان فخر تفوق في مادة الفيزياء في المستوى المتقدم، وعمر إبراهيم العمادي أحد المتفوقين في الفرع الأدبي معنا في الاستوديو. يا مرحبا ومسهلا بكم، نقول لكم ألف ألف مبروك وشكرا لكم على حضوركم معنا. في البداية يمكن نبدأ معك عمر، لو تكلمنا عن مشاعرك ومبارك لك النجاح. أحمد عفوا عمر. أنا عمر. مبروكين إن شاء الله. بارك فيك. أحمد 96% نسبة، يعني مثل ما قال خالد ليش اللي يجلس دائما هنا يكون نسبته 96. ألف مبروك. أتمنى المشاهدين يقولون لا إله إلا الله على عيالنا ومستقبل وطننا. كلمنا عن مشاعرك، عن نجاحك ووصولك لهذه النسبة في خلنا نقول في مادة الفيزياء، مع أني أنا واحد من مادة الفيزياء شوي كانت صعبة علي. هو يعني شعور لا يوصف، يعني ما من فرحة شيء، كان ما كنت يعني متوقع أجيب علامة كاملة، بس أول يعني ما شفت النتيجة
فرحت و يعني قلت حق اهلي وقرابي وفرحوا يعني معي. الحمد لله. تستاهل. عمر، كيف تلقيت خبر نجاح وخبر التفوق السار؟ طبعا انت نذكر ان تبارك الرحمن نسبتك 91%. نقول لك الف مبروك. الله يبارك. شلون وصل لك الخبر هذا او شلون كان شعورك في اليوم اللي كنت تبحث فيه عن النتيجه وتبحث انك تعرف عن النتيجه هذه؟ والله تعرفون التوتر انتم شلون. كنت مواصل قبلها بيومين، قبلها بيوم قصدي. انتظر نتيجه مع الساعه 1 الظهر. واحدة الظهر بس مواصل، ما في ركاد. وين ترقد يا اخوي؟ تحدد مصيرك. قبلها شي بنص ساعه شي انه خلاص خثرت، قلت انه اسبح اجدد شي شوي. اسمع الباب يطق يطق انه جاء كان النتائج طلعت، الربع يتصلون، الجوال يهز ما يوش. طبعا ما اعطيت حد رقمك. لا ما اعطيت حد، لازم انا اشوف اول شيء. هذا على طول طلعت وحطيت الرقم والحمد لله يعني النسبه حلوه. شنو شعورك في وقتها؟ شنو اول تصرف سويته؟ نقصت؟ والله مو بس نقصت، سويت عرس في البيت. تستاهل تستاهل، الله يبارك. كل مبارك ان شاء الله. يمكن احمد يعني الفيزياء من المواد اللي طبعا بعض الزملاء كان يشتكي منها، ويمكن انا في وقت سابق يمكن كنت اشتكي منها، ما ادري خالد اذا كنت من الناس اللي يشتكون، ولكن انت ما شاء الله تفوقت في ماده الفيزياء. كيف تفوقت فيها؟ والله يعني بالتدريب المستمر على في حل المسائل الفيزيائيه والدراسه المستمره، يعني احدد وقت حق كل ماده. فالفيزياء شوي اعطيتها وقت لان انا احب يعني الفيزياء، هي ماده يعني فهم مو بحفظ، فانا عندي ماده فهم اسهل. فاخترت يعني الفيزياء، نظمت لها وقت، قعدت اتدرب عليها يوميا لي يعني وصلت يعني فيها ممتاز، والحمد لله يعني جبت على مكانه. يعني هذه يمكن اخوك احمد يمكن بالنسبه له تعتبر هذه احدى الخطط انك تتدرب بشكل مستمر على ماده الفيزياء. انت بالنسبه لك عمر شلون يعني شلون كنت تتدرب وتستعد حق الامتحانات؟ تقريبا نفس خطته اللي قال عليها، ان اتدرب على اوراق المراجعه قد احلها، اصور منها كم نسخه، واحده مو محلوله والبقيه محلولين، انها تشوف من المحلول وانقل من المحلوله. تنقل؟ ان اخلي اوراق مو محلوله عندي، اول شيء اراجع من المحلوله، عقب احل اتدرب على السنه. يعني عبالي تنقل بعد شيء، ما ادري ايش دعوه انقل. لا يسوي له امتحانات خاصه. اسوي له امتحانات خاصه. تمتحن نفسك. ايه. زين في البروفات هذه كم كنت تجيب؟ والله ما كنت اصلح حق نفسي. بس انا كنت اشوف الاوراق الصح واوكي لا اجوبها صح. يعني ها تقريبا كم نسبه صحه الاجابات اللي كنت تسويها لنفسك؟ ويعني اي سؤال انا اشوفه غلط اصلحه على طول، ما اخلي شيء. زين دور الاهل كيف كان؟ والدعم اللي تلقيته؟ والله دعموني وايدهم، يعني مثلا اكون قاعد في البيت الوالده الله يحفظها تقول لي قدام قاعد بدون شغل يا ود لك شيء ادرس راجع يمكن تجيك في الامتحان، ما قصروا الصراحه. فكان هناك دعم ايضا منهم. احمد بالنسبه لك انت شلون دور الاهل في تفوقك؟ كانوا يعني يشجعوني على الدراسه وهيئون لي المكان المناسب والوقت ويعني كل الوالده يعني اذا شافتني قاعد نفسه يعني يقول لي شوف لك كتاب ادرس، يعني انه خلاص هاي اخر سنه يعني هاي تحديد المصير. احمد تميل حق الوناسه والطلعه مثلا لعب السوني مثلا كنت تميل هالاشياء وايد؟ اي بس يعني وقت قبل الامتحانات يعني شي بفتره كنت خلاص وقفت. فتره شنو الفتره يعني اسبوع شي شهر وقفت هالاشياء. اسبوع شهر ترى فرق. لا شهر يعني وقفت هالاشياء خلاص. طيب يمكن نقول شهر توقف ولكن اسبوع يكون طواري يعني يكون ضغط اكثر. زين انا ودي اسالك عن الفيزياء، تحب الفيزياء؟ اي احبها. ليش؟ لان مثل ما قلت لك هي ماده فهم، فانا ما ابي يعني مواد الحفظ وهاي، فيعني احب يعني المواد العلميه بشكل عام، بس الفيزياء تشوفها اسهل لان بس فيها قوانين وشيء. في بالك تخصص يعني في الهندسه ان شاء الله في الجامعه؟ هندسه ايش؟ هندسه بترول. ليش اخترتها؟ لان يعني دوله قطر كلها غنيه بالبترول، فانا حبيت ان اخدم الدوله في مجال النفط. الله يوفقك ان شاء الله. عمر تخصص ان شاء الله بدخل جامعه قطر كليه الاداره والاقتصاد. اداره واقتصاد؟ شنو الوظيفه اللي تطمح لها في المستقبل؟ والله ان شاء الله يعني نفتح لنا شركه بنفسنا. ان كنا مجال خاص. الله يوفقك ان شاء الله. طيب ما تكلمنا عن دور المدرسه ناصر، خلينا نسالهم شوي عن دور المدرسه. احمد دور المدرسه يعني شجعونا والاساتذه دائما يشجعونا ان يذكرونا ان هاي السنه الاخيره ولازم نجتهد وخلاص يعني ما نقدر نعوض هالسنه او خلاص ان هاي يعني تحدد مصيرك للجامعه، فكان شيء يدعمونا
يوفرون يعني وسائل التعليم المناسبه لنا. طبعا احمد، يمكن بعض المشاهدين يعني وكثير من الناس يسال عن سر التفوق، ليش دائما الانسان يسعى للتفوق، فيمكن انت خططت لهذا الشيء من فتره، كيف كان تخطيطك الى ان وصلت ولله الحمد الى هذا النسبه والتفوق اللي وصلت له؟ اول شيء يرجع يعني الفضل لله ولأهلي يعني اللي دعموني بشكل مستمر. يعني انا كنت يعني اخصص قلت لك وقت المذاكره وشيء وقت يعني اللعب وهالاشياء، بس اذا يعني اللي قربت الامتحانات سواء يعني اي فصل فيهم خلاص اترك الاشياء. مرحله طواري ومعسكر داخلي دراسي. طيب دور المدرسه بالنسبه لك انت عمر، كيف كان دور المدرسه؟ والله المدرسين كلهم كانوا يشجعونا، يعني حتى يوم نروح لهم وقت الفرصه ولا عقب الدوام ما كانوا يقصرون ويانا، ما يعني هو عنده راحه عادي يتم ويانا ما عنده مشكله. والمدير بعد حمد المناعي كان يدخل علينا كل امتحان، يدخل علينا ويسالنا شلون الامتحان، سهل ولا صعب؟ نعم. وايش تبونه تعالوا لي، مو مقصر وياكم. واحمد طبعا انت اخترت يمكن الفرع الادبي، هل هو كان من اختيارك ولا من اختيار الاهل؟ لا اختيار. ليش اخترته؟ والله لان انا احب عمر، عفوا عمر، اي المواد الادبيه احبها اكثر من العلميه، يعني الفيزياء والرياضيات والسوالف ما احبهم. الحفظ اوكي وياه، رغم ان عندكم فيزياء في الادبي عندنا صح؟ فيزياء. شلون كم درجتك في الفيزياء؟ والله هي 900 وشيء، بس ما خبر بالضبط كم. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني رغم انك ما تحبها لكن جبت فيها نسبه جيده. مجبورين. بس نذكر مجبورين. طيب نذكر بس ان انت بالحديث مشاهدينا الكرام عن المدارس، نذكر بان عمر هو من مدرسه طارق بن زياد، واحمد فخرو هو من مدرسه الدوحه الثانويه المستقله للبنين. احنا راح ناخذ منكم قبل ما نختم كلمه شكر توجهونها، لمن توجه كلمه الشكر يا احمد؟ اول شيء اشكر سمو الامير الشيخ تميم بن حمد على المدارس المستقله اللي فتح لنا وتوفير افضل وسائل التعليم، واشكر يعني اهلي واخواني اللي دعموني بشكل مستمر، ويعني وربعي يعني اللي يعني شجعوني على الدراسه اني لازم اجيب نسبه والنهايه اخر سنه. نعم. عمر أنا أشكر مدير المدرسة وأشكر المدرسين والمشرفين أستاذ جمال، والأهل ما قصروا بعد وياي. نعم. وأقول اللي ما حلفهم الحظ إن شاء الله بالتوفيق يعني. نعم، وأنا بعد صراحة أيضا أشكركم، والمخرج يبارك لكم، وأشكر طبعا صراحة أولياء الأمور والمدرسين اللي صراحة دعموكم هذا الدعم، هذا الشيء اللي احنا نتمناه صراحة من كل معلميننا ومن كل أولياء الأمور. الطالب أحمد سلطان فخر الذي تفوق في مادة الفيزياء من مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة البنين، نشكر لك حضورك معنا في ترحيب. والشكر موصول أيضا للطالب عمر إبراهيم العمادي أحد المتفوقين في الفرع الأدبي في مدرسة طارق بن زياد، شكرا لحضورك معنا في ترحيب، وألف ألف مبروك لكم جميعا. الله يبارك فيك. أكيد من لكم إن شاء الله مستقبل مزهر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، نبقى في أيضا أسياق التعليم، حيث نظمت هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يوما مفتوحا حول الابتعاث لتقديم النصح والإرشاد والدعم للطلبة حملة الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم أيضا، ومساعدتهم على كيفية التقديم للجامعات المحلية والعالمية أيضا. ويهدف اليوم المفتوح إلى تقديم معلومات عن برامج البعثات والمنح الدراسية بالهيئة، وتوضيح شروط ومتطلبات القبول بالجامعات، بما في ذلك الإجراءات والوثائق المطلوبة للابتعاث. معرض الأوبن هاوس أو اليوم المفتوح يقام سنوياً تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم، وهو مفتوح لطلبة الشهادة الثانوية وأولياء الأمور، بحيث أنه يقوم موظفين هيئة التعليم العالي المتمثلة في مكتب الإرشاد الجامعي والمهني ومكتب البعثات بتقديم النصح والإرشاد للطلبة وتعريفهم ببرامج البعثات والبرامج الجديدة اللي اطرحت، مثل برنامج بكالوريوس التعليم الثانوي للبنين في كلية التربية. فعندنا في هذا المعرض
التعريف لجميع الطلبة وأولياء الأمور بمتطلبات القبول الجامعي سواء الجامعات الداخلية أو الخارجية، متمثل في درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم والدراسات العليا. جاي اليوم مجلس الأعلى حتى أنظر على نظام البعث اللي عندهم، أشوف نظام واستفسر على البعثات اللي عندهم الخارجية، وإن شاء الله توفيق على الله. أنصح الطلاب بزيارة هالمعرض للتعرف على شروط القبول، يساعدهم كثير على التعرف على الجامعات الخارجية سواء والداخلية من حيث القبول والنسبة ومتطلبات الجامعة وشروطها. نتمنى التوفيق لكل الطلبة صراحة الناجحين، وأيضا من ينون الابتعاث نتمنى إن شاء الله للجميع النجاح والمستقبل الزاهر بإذن الله. مشاهدينا الكرام فاصل، وبعد راح يكون معنا السيد عبد الله البكري اللي راح يكلمنا عن نشاطات مؤسسة روتا وما يمكن أن تضيفه لأجواء شهر رمضان المبارك. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي ترحيب. أطلقت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا مشروع رمضان 2013 بدعم من مجموعة من المتطوعين والشركاء المجتمعيين، ويتضمن المشروع تعبئة وتحضير صناديق المواد الغذائية للأسر المحتاجة وتأهيل وتجديد منزلي أسرتين محتاجين، بالإضافة إلى استضافة أو إفطارات مجتمعية وأنشطة أخرى منها إفطار جمع التبرعات. اليوم عندنا الإعلان عن برنامج روتا لرمضان. بداية نحب نتوجه للشعب القطري بالتبريك على حلول شهر رمضان، عسى المولى يتقبل منا طاعته، طاعة والصيام والصلاة في هذا الشهر الفضيل. طبعا احنا نفتخر اليوم بوجود الداعم الرسمي والرئيسي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا في برنامج رمضان اللي هم أخوانا من شركة أوكسي. للسنة الثانية على التوالي احنا نفتخر بدعمهم وثقتهم في روتا وبرنامج رمضان، بالإضافة إلى 200 متطوع اللي راح يشاركون معنا في البرامج، سواء كان من إعداد وجبات الإفطار ولائم الإفطار اللي راح نقوم فيها، بالإضافة إلى الاحتفال بليلة القرنقعو وأيضا إعادة تأهيل منازل الأسر المحتاجة في قطر. احنا عامة في أوكسي احنا مشاركين في جميع تقريبا فعاليات المجتمعية سواء كانت روتا او غيرها، ونحاول نكون قدر الامكان في جميع الفعاليات من خلال إدارية قطر لسنة 2030. الشكر لجميع المشاركين معنا في برنامج رمضان لهذه السنة، سواء كانوا من ذوان دار الماء الاجتماعي، دريمة، مستشفى الرميلة، وأيضا منظمات أخرى يمكن لا تسعفني ذاكرتي أني أذكرهم اليوم، الشكر موصول لهم. طبعا بالإضافة إلى دعم وثقة الشعب القطري في مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا كمؤسسة فعالة في تنمية العمل التطوعي في قطر. وعن أبرز نشاطات مؤسسة روتا وما يمكن أن تضيفه لأجواء الشهر الفضيل معنا في ترحيب السيد عبد الله البكري مدير تنمية المجتمع بروتا. مرحبا ومسهلا بك معنا في ترحيب. الله يرحب فيكم إن شاء الله، ومشكورين على هذه الاستضافة.
اشكر على واجب. الله يحييك استاذ عبد الله. يعني بدايه لو تضعنا والمشاهدين الكرام في ابرز الانشطه التي ستقومون بها ان شاء الله في شهر رمضان الفضيل. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، انا احب حقيقه في هذه الاجواء وبمناسبه ان نتحدث عن شهر رمضان الفضيل احب ابارك للشعب القطري الكريم بقرب حلول هذا الشهر الفضيل، ونسال الله ان يعني يبلغنا هذا الشهر الفضيل لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله نحن وجميع المشاهدين. بالنسبه للمؤسسه ايادي الخير نحو اسيا حقيقه احنا نحرص في كل سنه ان يكون لنا تواجد في فعاليات رمضان وخاصه الفعاليات التي تخدم المجتمع. عندنا مجموعه كبيره من المتطوعين في المنضمين الى مؤسسه ايادي الخير نحو اسيا، واحنا نحرص حقيقه كل الحرص ان نجد لهم فرص للتعبير عن حبهم لهذا المجتمع وفتح افاق لهم ومشاريع لخدمه هذا المجتمع خلال الشهر الفضيل. احنا خلال هذا الشهر الكريم نحرص ان يكون لنا برامج مع عده قطاعات في المجتمع، منها مسؤوليتنا الاجتماعيه تجاه مجتمعنا، ومنها خلق فرص خلينا نقول تطوعيه للمتطوعين المتواجدين معنا. فاحنا هذه السنه حقيقه اعدينا برنامج متكامل منوع يلبي احتياجات المتطوعين اللي عندنا. البرنامج يمتد الى 5 أسابيع يخدم فئات وشرائح متعدده في المجتمع. عندنا تقريبا في هذه السنه ما يقارب 5 مشاريع ستطلق من الاسبوع القادم باذن الله. عندنا اول مشروع وهو من المشاريع المهمة اللي نحرص عليها هو مشروع توزيع المعونات أو التموين على العائلات المحتاجة. فعندنا تقريبا ما يقارب 100 عائلة نختارها كل سنة نوزع عليها بعض المواد التموينية، مثل ما أنتم عارفين أن الأسر في قطر مواد نقول أساسية. أي نعم، المواد الأساسية الأسر هذه تكون أسر قطرية موجودة فيما بيننا، ولكن يعني احنا نصل اليها من خلال شركائنا اللي معانا. نعمل لهم دراسة حالة ومن ثم نقرر كم الحصة اللي راح توزع على كل عائلة، يعني مساعدة من روتا الى المجتمع على اساس ان هذه العوائل تقدر يعني تمارس العبادات في شهر رمضان وهي مرتاحة. بادرة صراحة يعني بادرة جيدة، خاصة نعلم ان روتا مثلا وكنت معاهم انت ناصر في كمبوديا مؤخرا، ايادي الخير نحو اسيا قارة اسيا، ولكن اليوم ايضا تمتد هذه الايادي ايادي الخير الى يعني الدوحة، وهذه اعتقد انها بادرة متميزة. نعم جدا حقيقة صراحة حقيقة هذا التوجه في بداية روتا كانت تتوجه كليا الى الخارج، لكن حقيقة برؤية مستقبلية من مجلس إدارة روتا وعلى رأسهم سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني ارتأوا أن روتا مثل ما لها أيادي خير في خارج قطر لابد أن يكون لها أيضا مساهمات في داخل قطر. فمن تقريبا من 2009 أنشأت إدارة تنمية المجتمع في روتا، والهدف منها خدمة المتطوعين داخل قطر وأيضا خدمة المجتمع القطري. نعم، لو بنتكلم عن الفعاليات وإذا حابين أيضا المشاهدين يعرفون هذه الفعاليات وين راح يتم خلنا نقول إقامة هذه الفعاليات أو عقد مثل هذه الفعاليات في وين بالضبط في الدوحة؟ نعم، إحنا خلنا نتكلم عن كل فعالية وين راح تكون. نعم. فالفعالية الأولى اللي هي توزيع المعونات على الأسر المحتاجة. عبد الله أنا أعتذر منك، أنا آسف، أنا راح أخذ منك الإجابة عن إقامة هذه الفعاليات، ولكن إحنا مشاهدينا عندنا فاصل قصير وراح نرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في ترحيب، وما زلنا مع ضيفنا سيد عبد الله البكري مدير تنميه المجتمع في روتا. رحب فيك مره اخرى واستسمحك عذرا يمكن قاطعتك، وانا كنت اسالك عن وين اقامه الفعاليات اللي تقيمها روتا بمناسبه شهر رمضان المبارك.
اي نعم، احنا مثل ما ذكرت لك بالنسبه للمشروع لتوزيع المواد التموينيه راح يتم في مدرسه عمر بن الخطاب الابتدائيه للبنين، والعوائل تم اختيارها، فلذلك تم التواصل معاها انها تجي في الوقت المحدد وياخذون حصتهم. نعم. بالنسبه للبرنامج الثاني اللي هو اعاده ترميم بعض الاسر، بعض المنازل لبعض الاسر المتعففه، وهذه ايضا راح تكون تم اختيار بيت في منطقة الشمال، وتم اختيار بيت في منطقة الوكرة، لأن حقيقة احنا أيضا من ضمن خطتنا هذه السنة أن ننتقل من الدوحة. احنا دائما نشاطنا متركز، متطوعين يتركزون في الدوحة، لكن احنا حبينا أن أيضا يكون الجهات أو المناطق الخارجية لها نصيب. هل يكون ترميم البيوت؟ اي احنا العادة نختار منزلين، نعم، ونعيد ترميمهم بالكامل، يعني نقيم حاجة البيت ونقدرها، يتم المتطوعين يروحون في الوقت المحدد يعيدون ترميم البيت بالكامل بالإضافة إلى الفرش والتأثيث بالكامل. نعم، صراحة بادرة ممتازة. فهذا فعلا يعني أمر طيب، المتطوعين حتى يحسون أنهم قدموا شيء لهذه الأسر. نعم، صراحة نوجه تحية للمتطوعين، وأيضا يمكن هذه البادرة يمكن قامت بها كيوت سابقا، يمكن أيضا شفنا منهم مثل هذه البادرة خالد، وهو ترميم البيوت. فصراحة احنا نشكركم على مثل هذه البادرة، ونتمنى أيضا أنها تشمل أكثر إن شاء الله بيوت أكثر، إذا كانت هناك بيوت تحتاج لمثل هذه. بس أنا مثل هالمبادرة هذه يمكن تخليني أتساءل عن المتطوعين، من هم؟ هل هم من المهندسين؟ هل هم من الأيدي العاملة؟ ذات المعرفة التقنية في مسألة ترميم إعادة ترميم البيوت، حدثنا شو عن المتطوعين، من هم وكيف ممكن أنهم يساهمون في إعادة ترميم بيوت؟ طيب بالنسبة للمتطوعين، المتطوعين عندنا شريحة كبيرة يعني مختلفة ومتعددة، خلنا نقول الخلفيات الثقافية والتعليمية. بالنسبة للأمور اللي تحتاج خلنا نقول أمور حرفية، عندنا من الشركاء اللي عندنا اللي هم قسم الصيانة أو إدارة الصيانة في قطر فاونديشن، يساعدوننا في توفير الأشخاص خلنا نقول المتمكنين والمهنيين إذا كان يحتاج الأمر بناء أو إعادة بناء أو إعادة ترميم. لكن الأمور الثانية من قضية تنظيف، من قضية الصبغ، من قضية تأثيث، من قضية هذه كلها الأمور خلنا نقول التجميلية للمنزل، هذه متطوعينا بالضبط هم اللي يقومون فيها. طيب، بالتنسيق فيما بينهم. متى هل هذا الموضوع هذا راح يكون مسألة إعادة ترميم المنزلين ستكون في خلال شهر رمضان؟ هذا كله يصير خلال شهر رمضان، خلال يومين. إيه نعم، يصير دراسة للبيت ومعرفة الحاجات الأساسية له، المتطوعين يروحون تقريبا من يومين إلى 3 أيام من العمل المتواصل ينجزون هذه المهمة. كذلك في فعالية اللي هي توزيع الفطور أو مثل الخيام الرمضانية، هذا توضحها لنا. بالضبط، أحسنت. هذا البرنامج الثالث اللي نقدمه اللي هو الإفطار الجماعي. إحنا حقيقة الإفطار الجماعي يعني فكرتنا مش مثل فكرة يعني بقية أو خلنا نقول أخواننا في المؤسسات الثانية أن إفطار جماعي والناس تجي وتفطر. إحنا الإفطار الجماعي نحاول أن نقدمه إلى مؤسسات من مؤسسات المجتمع، فنتعاون مثلا مع المؤسسات مثل مؤسسة رعاية المسنين أو مؤسسة رعاية الإخوان اللي خلنا نقول اللي عندهم إعاقات ذهنية، فيروحون متطوعين يعملون لهم برنامج متكامل من ضمنه الإفطار، فهو برنامج تعايشي، برنامج خلنا نقول تبادل معاهم بالإضافة إلى الإفطار، ثم تبادل الأحاديث، يعني يحاولون يعيشون مع هذه الفئة تعايش كامل خلال هذا اليوم. أيضا إحنا عندنا من باب التنويع عندنا برنامج حقيقة للأطفال أيضا نشاركهم في هذا الشهر الفضيل، وخاصة في احتفالية القرنقعو مثل ما تعرفون الاحتفالية الشعبية اللي يحتفلون فيها، فنحاول قدر الإمكان أن نوصل إلى بعض الشرائح من الأطفال اللي أحيانا قد ينسون خلال هذه الفعالية، فنروح للأطفال اللي أحيانا اللي فيهم مثلا
مرض اللوكيميا في المستشفى أو يقبعون على الأسرة البيضاء قاعدين في المستشفى ما حد يوصل لهم في هذا اليوم. إحنا حقيقة يعني متطوعين أيضا يحرصون أنهم يروحون إلى هذيل الناس ويوصلون لهم يقدمون لهم بعض الهدايا. وهذا البرنامج حقيقة مدعوم حتى من سعادة الشيخ المياس بنت حمد نفسها العام شاركتنا وجات يعني للأطفال وقدمت لهم الهدايا. فهذا حقيقة يعني ينقل الأطفال من الجو خلنا نقول المغلق اللي هم عايشين فيه إلى شعورهم أن المجتمع وصول. هذا هم يعني جزء من المجتمع. نعم طبعاً تكلمنا بشكل إن شاء الله واسع عن الأنشطة الداخلية لمؤسسة روتا. لو نتكلم عن الأنشطة الرمضانية خارج الدولة، هل هناك يعني مجموعة من الأنشطة التي ستقوم بها المؤسسة خارج الدولة؟ والله شوف يعني على أساس نوضح دور مؤسسة أياد الخير نحو آسيا، هي مؤسسة تعنى بالشكل الأساسي في دعم التعليم. فإحنا المشاريع اللي نقيمها خارج دولة قطر هي مشاريع تعليمية ودعم التعليم، توفير فرص للتعليم، تدريب مدربين، تدريب مدرسين، بناء مدارس، بناء صفوف تعليمية. هذا الدور يمكن اللي آخر مدرسة اللي كانت في كمبوديا وآخر مدرسة نعم يعني مدرسة يعني في كمبوديا. فهذه البرامج اللي تقيمها روتا خارج قطر، لكن داخل المجتمع المحلي إحنا نقيم هذه البرامج اللي هي في رمضان خاصة، هذه موجهة للمتطوعين في المجتمع المحلي في دولة قطر. نعم، إذن في المجتمع المحلي أنا ودي أعرف يعني طبيعة التنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى اللي قامت خلنا نقول مثل هذه الفعاليات في شهر رمضان المبارك. إي طبعاً إحنا بالنسبة لنا فعاليات شهر رمضان المبارك ما نقدر يعني نقيمها بمعزل عن الشراكات المجتمعية. أول شيء أحب من هذا المنطلق أو هذا الباب أن نشكر الشركة الراعية لمشروع رمضان هذه السنة، شركة أوكسي، اللي للسنة الثانية على التوالي قبلت أنها تدعم هذا البرنامج. أيضا عندنا شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي دائما يمدوننا بالأسر اللي محتاجة إلى تموين وإلى إعادة ترميم المنازل. أيضا عندنا المسنين، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين يتعاونون معنا، في عندنا دريمة يتعاونون معنا، في عندنا حقيقة كثير من المؤسسات المجتمعية اللي تساعدنا في خلنا نقول في إتمام هذه المهمة على أكمل وجه. نعم. سيد عبد الله البكري مدير تنمية المجتمع في مؤسسة أياد الخير نحو آسيا روتا، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في استديو برامج ترحيب. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في مجموعة البرامج الرائعة التي تقدمونها في المؤسسة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وتم مشاهدينا الكرام اليوم افتتاح معرض الدوحة التجاري في أرض المعارض، ويستمر إلى السادس من الشهر المقبل. تعتبر هذه النسخة مميزة لما تتضمنه من عروض مسرحية وترفيهية للعائلات، التفاصيل في هذا التقرير. معرض الدوحة التجاري قام مرتين في السنة. طبعا المنظم الرئيسي الهيئة العامة للسياحة، احنا الشركة المنفذة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. الدورة هذه راح يكون من 26/6 لغاية 6/7. المعرض يقام على مساحة 18,000 متر مربع، يشمل على حوالي 585 جناح من 30 دولة. طبعا المعرض يقسم الى اربع اقسام، قسم للمواد الغذائيه، قسم للادوات المنزليه، قسم للعطور، وقسم للملابس. المعرض هالمره يمكن صار التركيز على الشركات القطريه، على المنتج القطري، المنتج الخليجي. احنا سميناه ان المعرض هواء يمكن خليجي. في شركات جديده دخلت معنا لاول مره المعرض، في منتجات جديده لاول مره. صار التركيز على الحاجات الترفيهيه، لان المعرض ما عاد معرض تجاري بحث او يعني جامد. المعرض تحول الى كرنفال، الى مهرجان يقصده كل الزائر من مقيم
أو مواطن أو من دول الخليج. هذه يمكن المشاركة تعتبر رقم 20 لنا في دورة قطر من سنة 1996 وإحنا نشارك، واعتبر يمكن من أقدم الشركات اللي شاركوا، ونحرص دائما إحنا ومعظم الشركات الكويتية أن إحنا نحضر هذا النوع من المعارض اللي نتواصل فيها مع الشعب القطري زين ومع دول الخليج، لأن حتى أهل السعودية أهل الإمارات يحرصون على أنهم يحضرون حق هالنوع من المعارض. أدعو كل مواطن أو مقيم موجود يعني يجيب، لأن المعرض ما يخص بس إنه شراء، هو ترفيه، هو تثقيف في المسرح، طبعا في مسرحيات للأطفال، في مهرج حاجات ثقافية، في مسابقات، في أمور كثيرة، في تلوين الوجه للأطفال، في فرق فلكلورية تقدم من 14 فرقة من مختلف دول العالم. شفنا معاكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن معرض الدوحة التجاري اللي مثل ما ذكر أخوي ناصر قبل شوي أنه راح يستمر بإذن الله إلى تاريخ 6/7، يعني 6/7 تقريبا بيكون قبل رمضان 3-4 أيام، يعني فأعتقد أنها لربما تكون فرصة مناسبة لي يعني سوق. أن الواحد يتسوق قبل شهر رمضان، خاصة أنه في مثل ما شفنا من خلال التقرير في بهارات، في شريحة كبيرة من المأكولات، في أيضا الكثير من الأمور اللي راح يستفيدون منها، هو دائما ما يكون عليه إقبال شديد. مشاهدينا الكرام، نظمت هيئة الأشغال العامة يوم مفتوح للتوظيف والابتعاث للقطريين، ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار التزام الهيئة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الداعية إلى تطوير الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى فرص مميزة للمنح الدراسية. اليوم احنا مشاركين عاملين يوم توظيف، يوم مفتوح للقطريين، لاستهداف القطريين بتوظيف وظائف تخصصيه في الهيئه، وظائف هندسيه وماليه واداريه وقانونيه. في نفس الوقت طرحين فرص ابتعاث للقطريين في المجالات الهندسيه. احنا عارفين الدوله مقبله على مرحله جايه تطوير بنيه تحتيه لاستضافه فعاليات كثيره في الدوله، منها كاس العالم 2022 ومنها رؤيه قطر 2030 تستند على تطوير او اهتمام بالعنصر البشري وتطويره. واحنا في هيئة الأشغال العامة كجهاز حكومي لنا دور في تطوير الكادر القطري. هي تعتبر اكبر جهاز حكومي مسؤول عن تطوير البنية التحتية، اكبر قطاع هندسي ممكن تقول. في ميزانية ضخمة، واحنا متعاقدين مع اكبر الشركات في العالم، شركات استشارية راح تكون معانا فترة تقريبا 7 سنوات من الان، من 5 إلى 7 سنوات، وفرصة للكادر القطري يجي يكتسب خبرات من الشركات هذه. أنا أتمنى أن كل الإدارات شبه حكومية والحكومية تسوي يوم مفتوح حق القطريين، طبعا يستقبلونهم على أساس أن إيجاد فرص للقطريين. طبعا هنا أيضا نفذت الجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامج تثقيفيا للمصابين بالسكري بعنوان صوم آمن مع السكري. شمل طبعا البرنامج ورش عمل تهدف إلى التثقيف والتدريب على صوم شهر رمضان المبارك بدون مضاعفات للسكري، وخرجت أيضا بإرشادات مبنية على دراسات موحدة للتثقيف ولتثقيف كافة الأطراف سواء الطبيب أو المريض. ورش العمل هذه أقيمت في مركز الجمعية القطرية للسكري على مدار أسبوع، وحضرها العديد من المرضى للإطلاع على كيفية الصوم هذه السنة بطريقة صحية وآمنة. كذلك تواصل حملة مكافحة مرض السكري نشاطها المتنقل في مختلف المجمعات التجارية، وذلك بهدف رفع مستوى وعي الأفراد وتثقيفهم بشأن مرض السكري. وكما تقدم الحملة فحص مجاني لمرضى السكري بالإضافة إلى استشارة من أخصائي التغذية. خلونا نتابع هذا التقرير. تهدف ان نساعد السلطات القطريه ان يتخذوا القرار وان يتحد بشكل كبير من السكر. يعني احنا لما نروح مثلا المولات او الاماكن العامه اللي فيها تجمع الناس، احنا بس نحاول نلفت نظر الناس الى ان ترى في مرض قاعد ينتشر اسمه السكري. غير الشيء هذا، احنا قاعدين مثلا من خلال هالحملات نكتشف مثلا حالات جديده، ففي ناس كثير يعني تقريبا 40% من المصابين بالسكري ما يعرفوا انهم اصلا مصابين بالسكر. فمثل هالحملات لما نسويها مثلا في المولات واماكن تجمع الناس يكتشفون انه والله انا معرض او مثلا في يعني مصاب بالسكر. فلما يكتشف الشيء هذا اذا كان معرض للاصابه يقدر يتلافى. حملة تكشن دايبيتيز طبعا مش بس والله ترى مجرد فحص سكر وانتهى الموضوع، لا، هي عندنا فحص نسبة السكر في الدم. بعد ما تاخذ الفحص تشوف النسبة، اذا كانت مثلا مرتفعة وانت والله انت مش مفروض تكون مرتفعة، مثلا في عندنا اخصائيات تغذية، يعني ممكن تروح عند اخصائية تغذية تعطيك بعض الارشادات عن التغذية السليمة او النظام الصحي اللي لازم تتبعه، الاكل اللي مفروض تاكله مثلا او تقلل منه او تزيد منه مثلا. كثير صار وعي بالسكر صراحه، ويعني الدليل ان اصلا صار وعي ان حتى نسبه السكر تقريبا في قطر يعني صار لها تقريبا 4 سنوات وهي نفس النسبه ما ارتفعت زياده، مع ان في دول ثانيه تقريبا قاعده ترتفع زياده وزياده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجميع وأن يشفي جميع مرضى السكري. وبهذا التقرير وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من ترحيب لهذا اليوم. لا يقترحات واستفسارات، ولتواصل مع فريق عمل ترحيب تقدرون ترسلونا على البريد الإلكتروني واضح أمامكم ترحيب@الريان.tv. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج ترحيب. مع السلامة. في أمان الله.